بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي منصه ابو كبير ميديا، اهلا وسهلا بكم. النهارده احنا في سوق الخضار بنرصد لحضراتكم اسعار الخضر والفاكهه. من الملحوظ وجدنا ان اسعار الفاصوليا بدات الارتفاع وبدات تنافس فعلا التفاح واغلى من التفاح. زي ما شايفين اعزائي المشاهدين السوق ده مشهور واكبر سوق واقدم سوق في مدينه الغردقه. السوق دوت حضراتكم كان من اقدم الاسواق. هنوصل لحضراتكم الاسعار النهارده زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين السوق امامكم. الفاصوليا عدت ال 20 جنيه اعزائي المشاهدين، والخيار عند ال 8 جنيه، البطاطس 7.5، البصل الاحمر والابيض عند ال 10 جنيه، الطماطم فيه 6.5 وفي ب 5 جنيه زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين. ايضا الخضر والفاكهه متواجده طبعا قدامكم اعزائي المشاهدين، تفاح، البرتقال، كل انواع الخضر والفاكهه متواجده زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين. الاسعار في المتناول واسعار جميله. هنروح نتكلم اعزائي المشاهدين، هنروح نتكلم مع البائعين ونتعرف على الاسعار. السلام عليكم. ايه اخبار الخضره؟ كله تمام يا باشا. بجنيه الربطه. بجنيه الربطه؟ طيب زي الفل. الاسعار كويسه يعني؟ تمام. هروح برضو نتكلم مع طيب بالهنا والشفاء. الطماطم عامله 6.5 زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين. للاسف النهارده برضو في السوق ما فيش حد بيذبح لحمه لان الاسعار كانت ارتفعت ارتفاع كبير. زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين اسعار امامكم. عم عبد النبي، صباح الفل. ازي حضرتك؟ احلى صباح يا باشا. ايه اخبار سعادتك؟ كله تمام مع الباشا. ايه اخبار الفاكهه النهارده؟ 100 يا باشا. التفاح عامل كام؟ التفاح ب 20. الفراوله؟ الفراوله 15. 15. بلح 10. بلح 10. برتقال 5. برتقال 5؟ اه. طب اسعار حلوه خالص. اه. كنتالوب، كنتالوب 10. اه الكنتالوب 10 جنيه. اه برتقال بسره ب 10. برتقال سفندي ب 10. موز ب 10. موز ب 10. اه جوافه ب 10. برضه اسعار حلوه خالص. في متناول الجميع. اه يعني مش غاليه. لا ما فيش غاليه. وطماطم النهارده ب 5 و6.5. اه. بطاطس ب 7.5. بالظبط. جزر ب 8. كوسه ب 10. بسله ب 10. خيار ب 8. فلفل ب 10. باذنجان ب 3 جنيه. حاجات في متناول الجميع يعني. كله متناول. فاكر انت من شهر كانت ارتفعت ب 12 و13 يعني. بس النهارده ب 5 و6.5. اه ب 15. عايزك تكلمني عن السوق دوت، ايه اخباره يعني؟ السوق ده لسه فيه تمليك. يعني عايزك تقول لي قصته من البدايه يعني. هو القصه ده يعني من بدري، من قبل السويس. السويس اتملك. اه. اسماعيليه اتملك. اه. اسوان اتملكت. تمام. اسماعيليه واسوان والسويس اتملكوا. احنا قبليهم بقى بسنه. اه قبليهم بسنه. قبليهم بسنه في السوق ده. اه. فطبعا يعتبر يعني من اقدم الاسواق. اقدم الاسواق. اه اقدم الاسواق. انتوا كان معاكم لقاء طبعا في مع المحافظ. آه. اللي حصل فيه؟ قال لك سيبونا فتره، مش الست اللي هو البندارة قبلناها. اه مش معاكم. سكرتير العام. سكرتير العام. اه تمام.
فقال لك ادوني فتره ومش عارف هجدد ومش هجدد وكده بس يعني طمنكم ما اتكلمش على حاجه اسمها نقل ولا مش نقل. قال لك هو هجدد هطور، واحنا مع التطوير، احنا مش ضد التطوير، احنا مع التطوير طبعا مش ضد التطوير ابدا، ماشي ضد التطوير. لا احنا مع التطوير ومع الاحسن مش الاحسن، احنا مع الاحسن تمام، واحنا نساعد. يعني ما بنقولش لا، اتكلمت برضو مع كذا مواطن كانوا بيفضلوا ان السوق يفضل موجود، وهو ده اقرب اقرب مكان للمواطنين. اقرب مكان لسه المواطن هيشيل ويحط ويطلع سلالم وينزل فكتر خير المواطن. طبعا المواطن برضو نشيل العقب منه برضو المواطن نساعده يعني. طيب يعني بشكرك يا حاج ابن نبي، يعني انت تأمرنا مع الباشا حبيبي، مع الباشا انا اقدم بياعين يعني ربنا يخليك. تسلم 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 تسلم، احنا اخوات، احنا بنتعامل مع الزبون كاخ مش زبون. والله يبارك الحمد لله فيك. الحمد لله مكانك مع الباشا، تفضل يا باشا. شكرا جدا، شكرا كلنا مع الباشا. هنروح نكمل برضو اعزائي المشاهدين مع برضو احد البائعين، احد البائعين المحترمين جدا. السلام عليكم. السلام. ازي حضرتك عامل ايه؟ نتعرف عليك الاول. حفني الطيب، حفني يا اهلا وسهلا. قول لنا اخبار الخضر والفاكهه النهارده، الاخبار ايه؟ طماطم بكام؟ الطماطم والله حاليا كيلو ونص ب 10، كانت من يومين ب 5 جنيه بس زادت شويه. زادت شويه. والله بس بسم الله ما شاء الله، يعني الطماطم حاجه حلوه خالص يعني. اكيد. الجوده حلوه خالص. الجوده يعني حلوه اكيد طبعا، زرع اسنان حاجه حلوه. تمام. الصلاه على النبي. الله تمام. وايه اخبار بقيه البطاطس والبصل يعني شايفين كذا نوع من البطاطس برضه؟ والله في بس في بطاطس بنضه تحمير تمام، وفي درجة ثانية برضه نقطة حمراء تمام لتحمير برضه ب 8 جنيه في السوق، وغير الطبيخ اللي هي بتاعت المنيا تمام ماشية ب 7.5 2 كيلو ب 15 يعني تمام. هم أنواع البطاطس الموجودين في السوق يعني في الغردقة كلها عامة يعني. ده الأنواع يعني تحمير وجلي وكده يعني. ما تحمير تحمير وطبيخ بس هم معروفين يعني. الخيار الخيار ب 8 جنيه عشان صباط معروف يعني، غير الخيار البلدي بتاعت مش بلدي يعني. مش بلدي. البلدي طب امتى هينزلوا؟ قدامه كتير ولا؟ لا قدامه لسه، قدامه شهرين اغلى حاجه تعمل. والفاصوليا البسله؟ البسله عامله كام؟ البسله عامله 18 جنيه. لسه هتنزل تاني ان شاء الله قدامنا يعني. احنا شايفين ان في حركه في السوق يعني بسم الله ما شاء الله يعني، عشان والله دوت قريب على الناس ويعتبر من اقدم الاسواق اللي موجوده يعني. واكيد اكيد وسط البلد برضه هنا يعني الناس بتستغرب المسافه. بتستغرب المسافه عن هناك. يعني الزبون اللي بينزل هنا مثلا بدل ما يكمل بالعربيه لحد السوق الثاني، يكون منها مروح السوق الثاني عامه، يكون هو خلص حاجاته هنا ومشى. هذا الفرق يعني. فرق طبعا عشان وغير كده مواصلات ولا وغير كده هنا تجار اللحمه كلهم هنا، والفراخ والسمك كلهم جنب السوق يعني. الزبون اللي بيجي بياخد طلباته كلها وبياخد بعضه يمشي، مش هيروح السوق الثاني بعد كده يرجع السوق ده ياخد بقى يكمل طلباته. يعني برضه انتوا محلاتكم هنا تمليك يعني، لانه بيقولوا يعني انهم عايزين يطوروا المكان هنا او ينزلوه. ماشي. بس انتوا مالكمش علاقه بالقصه دي؟ لا المحلات دي تمليك، ده من 96 محلاتنا كلها تمليك. هنا في السوق الاغلبيه تمليك. الاغلبيه تمليك. فبالنسبه للتطوير احنا ندور، بس احنا مش هنطلع من اماكننا يعني. بالظبط. ده اقل محل بيصرف على 5 بيوت و6 بيوت. هنروح السوق الثاني لسه نبدا مرحله ثانيه جديد في السوق هناك. فالدنيا تبقى صعبه علينا، ندفع ايجارات برضه من زبون جمعيات داخلين بيها. فاحنا قاعدين في مكان من اسسينه من زمان بالظبط وسط البلد بالظبط، فاحنا صعب نسيب مكان برضه اساسي زي كده. طيب عايزك تقول لي بتجي لك زبائن اجانب هنا؟ اكيد في اجانب كتير بتيجي هنا يعني. طيب الحمد لله. تعاملك مع الزبون الاجنبي يعني، هو بيتعامل معاك ازاي؟ بيفاصل معاك ولا بيشتري؟ والله مش كله معمدا، في زبائن حلوه في زبائن مش حلوه، تسال سعر عجبها السعر بتاخد، مش عجبها بتمشي. طب بيفصل زي المصريين ولا مش قوي برضه يعني؟ مش قوي يعني. اكيد. طب بيشتروا كميات ولا بيشتروا على عينات هم الحاجه الحلوه بتاعتهم انهم بيستخدموا يوم بيوم مثلا كل يوم والتاني. انما احنا برضه كمصريين الواحد برضه غصب عن شغله فهو بياخد طلبات الاسبوع كامله. وبعد كده بيتجه لشغله يعني، مش هينزل السوق كل يوم. بالظبط يعني. احنا ممكن نشتري 3 كيلو 4 كيلو، هم ممكن يشتروا نص كيلو مثلا. ممكن هم اخرهم نص كيلو كيلو بالكثير. بس هم ما لهمش، هو ممكن عشان هم فاضيين مثلا بينزل السوق يتجول مثلا في المكان كله يعني. هم دي المهمه بتاعتهم يعني. بس تعاملهم طبعا بيكون اشيك شويه ولا بيفصلوا ولا لا ولا المعامله عاديه؟ لا المعامله عاديه اكيد يعني. في زبون بيعبي طلباته وما بيتكلمش من اي حاجه، ما بيتكلمش حسابك بتكلم انت بالانجليزي او باللغه بتاعته، وبعد كده بيدفعوا تمام يعني.
بس انا يعني ملاحظ برضو انك انت يعني شاب حلو وجميل يعني، والناس بتحب تجيلك هنا يعني. اكيد ايه يميزك يعني؟ بتتعامل مع الناس اول حاجه بتتعامل مع ناس بهدوء، اهم حاجه الابتسامه في ده كله. اهم حاجه الابتسامه، ان الزبون شافك مكشر مش هيجيلك. انت لو تكون طمان ب6:30 وفي السوق ب6:30 انت حاطط عليه 8 بس اهم حاجه ابتسامتك حلوه مع الزبون ممكن يقبل انه يشتري، ان انت اهم حاجه عندك الابتسامه والهدوء. بالظبط، ما فيش مشاكل، ما فيش قله ادب برضو، كلام خارج النطاق. انت البائعين اللي هم يعني لا اكيد ما بنزعجش مع الزبون، ده اهم حاجه. الزبون عجب السعر بياخذ، مش عجبه بيشوف غيري. بنشوف غيره. الحمد لله يعني ربنا كرمنا، يعني ده محلاتنا مش حد غريب ولا اي حاجه. يعني طبعا احنا بنشكرك جدا. شكرا. ده محلات انا واخواتي عامه محلين مفتوحين على بعض زي ما انت شايف اهو. الحمد لله الدنيا تمام يعني، مستوره برضو يعني. بيك يعني اكيد لك اكيد. فالاغلبيه اللقاء المميز ده يعني. اكيد الاغلبيه المحلات دي كلها تملك اللي في السوق، فمن الصعب اللي احنا نسيبها يعني. وقلت لي برضو انك انت بتهني الشرطه برضو عشان عيد الشرطه وكده. اكيد، وبقول الشرطه طبعا كل سنه طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تقدم الى مزيد يعني. اكيد طبعا، الحمد لله البلد دي مش بتاعت مشاكل ولا اي حاجه، كل واحد في حاله يعني. الباقي الغردقه ان البلد دي مش بتاعت حد، كله جاي من بره من جميع المحافظات، فكله جاي ياكل عيش، مش هيبص لمشاكل ولا اي حاجه. ودي احلى حاجه عامه يعني، غير بلادنا في الصعيد بتلاقي ايه؟ بتلاقي مشاكل والدنيا دي الحمد لله يعني. احنا سايبين بلادنا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر شغلنا هنا بس مش اكتر. بشكرك جدا. شكرا يا باشا. شكرا جدا. اعزائي المشاهدين، طبعا احنا تحدثنا مع افضل بائع يعني، بنشوف عنده ناس كثيره بتيجي تشتري، وشاب زي العسل يعني، ناس مميزين ومحترمين جدا، بيعاملوا الزبون بشياكه. زي ما شايفين الاسعار قدامكم، رصدنا لحضراتكم الاسعار يعني، زي ما شايفين الفلفل الرومي والفلفل الحار شويه ب 14 جنيه. هو اسعار رخيصه والله يعني، هو مختلف الاسعار طبعا، هو من الناس المحترمه اللي موجوده في السوق بتبيع يعني. زي ما شايفين فارش في الارض، وحاجه جميله جدا ومميز، وبيسيب الزبون ينجي براحته ويختار اللي هو عايزه، بتبقى حاجه جميله يعني. طبعا السوق هنا فاكهه وخضار ولحمه زي ما شايفين، وخضره وكرنب يعني، كل حاجه الزبون بيجي هنا في السوق اللي هو عايزه. بس للاسف النهارده طبعا محلات اللحمه ما كانش في حد بيذبح لحمه عشان الاسعار مرتفعه شويه، الاسعار يعني شديده شويه لحد ما يعني. حتى المحل فاضي ما فيش فيه اي لحمه ولا اي شيء. طبعا اسعار غاليه، وزي ما شايفين اعزائي المشاهدين الاسعار مرتفعه بتاعت اللحمه، فكون معظم الجزارين ما حدش ذبح النهارده. اعزائي المشاهدين طبعا كنت معاكم انا علاء الشرقاوي، بسطت لحضراتكم اسعار الخضر والفاكهه في السوق النهارده، كل الانواع وكل الخضر. بسطت لحضراتكم اسعار الطماطم والفاكهه والخضر والكرنب والفاكهه كلها، وكل شيء قدام حضراتكم عليه الاسعار. ان شاء الله اعزائي المشاهدين يعني الاسعار تكون مناسبه، وتكون المواطن يعني تكون مناسبه ليه، ومفيش اي مشكله. اهلا وسهلا. الله يخليك. قول لنا ايه اخبارك؟ نتعرف عليك الاول. محمود يا باشا. محمود. قول لنا ايه الاخبار؟ والله الحمد لله بخير، الاسعار تمام زي الفل اهو. يعني ايه رايك في الاسعار؟ لا بالصلاه على النبي، كل حاجه رخيصه والله. كل حاجه رخيصه. اهو معلقين الناس اللي فيه بخمسه، فيه بثلاثه، يعني ما عايزينش حاجه اكتر من كده ثاني. يعني في المتناول يعني. لا حلو والله، كويس قوي. طب الاسعار برضو بتاعت اللحمه النهارده شايفين انها في ارتفاع؟ لا اللحمه لسه ما حدش علق، لسه ما فيش لحمه النهارده. كله مقفل من امبارح. كله مقفل عشان في زيادات في الاسعار يعني. في زيادات في الاسعار. وبس الفاكهه والخضر في المتناول؟ لا الحمد لله كله تمام. يعني حتى الطماطم يعني انا حاجه تاخدها من اجل اخدها من السوق من هنا، حاجه رخيصه وحاجه حلوه. حاجه جميله يعني. اهو الطماطم بسم الله ما شاء الله عليها، كل حاجه حلوه. لا كل حاجه والفلفل اهو زي ما انت شايف اهو. فلفل رومي وكل حاجه جميله. لا الحمد لله تمام. طيب انا بشكرك جدا. الله يخليك يا فندم، تشرفنا بحضرتك. الله يخليك يا فندم. شكرا جدا. اعزائي المشاهدين طبعا ده كان احد المواطنين، كلمنا عن الاسعار وعن انه يعني الاسعار في المتناول، ما فيش اي مشكله في الاسعار. اعزائي المشاهدين كنت معكم انا علاء الشرقاوي، ان شاء الله نلتقي
في لايف آخر، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.